جولة اليوم مع ريمان رح نروح فيها للشمال الغربي لتونس، رح نروح لمدينة بتستمد شهرتها من التاريخ الأندلسي، فهي أقدم مدينة أندلسية. وين رح نروح؟ خليكم معنا. مدينة تستور كان اسمها في العهد الروماني تشيلا أو تيكيلا، واللي بتعني العشب الأخضر أو مكان تجمع المياه. حافظت على هذا الاسم لفترة طويلة من الزمن لحد ما أجا الإسبان وسكنوا فيها وحولوا اسمها لاسم تزاتور، واللي بيعني قابض الأداءات باللغة الإسبانية. قيل إنه من كتر مكان يتردد عليهم قابض الأداءات حتى يدفعوا الأداءات المفروضة عليهم في الوقت آنذاك، أطلقوا عليها اسم تزاتور، واللي تحرف للغة العربية فيما بعد وأصبح تستور. الجامع الكبير بيتوسط المدينة العتيقة بتستور، وهو أيقونة أندلسية خالصة بيقدم خلاصة فريدة من نوعها من الزخرفة الأندلسية. وأهم ما بيميزه هو الصومعة اللي فيها نقوش هندسية فريدة وجميلة. وتم تأسيس هذا الجامع في القرن 17 ميلادي عام 1630، ومؤسسه هو محمد تيغرينو. مدينة تستور كانت قبلة للأندلسيين، احتضنتهم بعد ما هاجروا إلها في سنة 1609، وإجوا لمدينة تستور وأقاموا فيها العمران والمنازل وتفننوا فيها. اليوم إحنا في منزل خالة جميلة، رح نشوف كيف المعمار الأندلسي لليوم موجود في تستور وموجود في بيت خالة جميلة. خالة جميلة، لاباس؟ لاباس عشني، كنت في رب. الحمد لله. احكي لنا على البيت نتاعك، عنده برشا سنين، قداش برشا؟ ملي جيتني عمري 15 سنه نجح موجود. اي تو هي وين طاحت؟ طاحت هي هبطت هكا خربت، ما عادتش. معناها الدار هي كم عمرها تقريبا؟ يمكن عمرها قريب 80 سنه ولا اكثر، ولا ملي موجوده تو انا 15 سنه، حتى تو عندي 30 سنه. اي وكيفاش تشوفي في الديار؟ الديار هي قديمه برشا، فكرت جديده الحق، ماهيش تخوف ولا، اما تو ما عادش تو نبات في دار ولادي في النهار راني فيه، وفي الليل نبات في حدا ولا الاولاد. كم عيله تقريبا كان يعيش فيها الدار هذه؟ كانوا ست عيالات بصغارنا بكبارنا، الحمد لله عايشين فيها مستورين لاباس. اي تو هي قالت مرا كل حد اللي بالموت واللي يمشي كل مات وبعد في النهاية فيه ما ولاولاد ولادهم كل حد شاب شريها الفوق بعيد. نشوف الدار فيها برشا غرف، شنو هي الغرف هذوما اللي تحب تعرفين عليهم؟ هذيك بيت. هذيك بيت العجوزة، بيت تحماتي. وهذيك كوجينتي. وهذيك بيت سيلفي. والأخرى بيت سيلفي والأخرى بيت سيلفي والأخرى بيت سيلفي. وعليش لليوم عايشه فيها؟ ما تحبش تسيبيها؟ ما تحبش نسيبها. علاش؟ هما غالبا تربيت فيها، جبت ولادي فيها الكل، ما نحبش نسيب الدار هنا. الله غير عزيزه عليا. مرحبا بكم في تستور، انتم توا في منزل اندلسي عتيق بقى منه بعض الاثار اللي هو غير مسكون حاليا لكن يحمل
معناها تولي تراس نتاع الحضارة الأندلسية، أنت باش تاخذوا فكرة كيفاش كان البناء، معناها ابتداء القرموط كيفاش كانت تعمل هذه بشكارة كانت تبنى شكارة بالزبس، وكان الفوق منه يبدأ بالطين ومن بعد كش يعملوا الرماد ومن بعد يحطوا القرمود اللي هو ذاك عامل نتاع إيزولاسيون، يعطيك سخانة في الشتاء ويعطيك برودة في الصيف. والعود هذا هو عود السدري اللي ما يتحركش قداش عنده معناه 200 سنة ولا 150 سنة ما يجاله حتى شيء كما تشوف فيه. ديار كل تقريبا يد العائلة عندها 4-5 بيوت وعندها وسط دار وسط قيفة. بون بالتقسيم نتاع الديار هذيا بعد بالورث تبدل الطابع نتاعهم، فما شكون حافظ عليه وخلاه كما هو، وفما شكون يطيح ويعاود يبني بناء جديد بالياجور وبالواحد. احنا بون مش انا قعدنا محافظين عليها نشموا عليها في الريحه نتاع الوالد والوالده. ما هذه تشوفوا قبل كانت العائله كلها هذه بيت السده نقولوا احنا، هذه السده معنا بلاصه الاب والام في راشهم، وهذه نقولوا احنا المقصوره وين يحطوا استوكاج نتاع الواحد نتاعهم نتاع المونه الكسكسي، والواحد كانت كلها بالخوابي تلقاها محطوطه هنايا الزيت وما تابعوا الكل. مدينة تسور بتتميز موقعها الجغرافي اللي بيخليها ملائم للفلاحة، وأكثر إشي بتفتخر فيه مدينة تسور اليوم هو الرمان. الرمان مش مجرد فاكهة موسمية بل هي علامة تاريخية مهمة لهاي المدينة، وبيطلق عليها اسم فاكهة الجنة، وعشان هيك كل سنة يقام لها مهرجان مخصوص بيستقبل آلاف الزوار من جميع الاتجاهات. يعطيك الصحة عايشك.